اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الجمهوريه: تاهيل قفشه ومتولي وعاشور يعود بعد اصابه طويله، الاهلي يعسكر لافتراس ذئاب الجبل. الاخبار المسائي: حاله غضب استياء في الاهلي من قرار لجنه المسابقات والفريق يعسكر للذئاب. أخبار اليوم: المحاولات مستمرة للخروج من أزمة أزار، الأهلي يجهز السنغالي بادجي ويختتم استعداداته لذئاب الجبل. فايلر للاعبين: الفوز على المقاولون أحسن بروفة للنجم الساحلي. المساء: بادجي أشعل صراع المهاجمين في الأهلي، السنغالي يهدد مروان وصلاح وأجاييه والفريق يعسكر للمقاولون. المصري اليوم: بادجي هدفي تحقيق كل البطولات مع الأهلي، حسام عاشور جاهز لمواجهة المقاولون وجلسة خاصة بين فايلر وقفشة. الأهرام: السيناريو السيء ينتظر أزارو في الأهلي، إدارة النادي ترفض الضغوط وكل الحلول مطروحة. الشروق: الأهلي يسابق الزمن للتخلص من أزارو أو جيرالدو، فايلر ترك الحرية لإدارة النادي لرحيل أحدهما لقيد بادجي، اختبار طبي لمتولي وعاشور جاهز طبيا. الوطن: قلق في الأهلي بسبب أزارو واستعجال بطاقة بادجي، المهاجم المغربي يقترب من الدوري السعودي، الوصل الإماراتي يفاوض جيرالدو والفريق يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون. الوفد: استياء من تقديم موعد مباراة إنبي، أزمة أزارو تتصاعد في الأهلي والعرض السعودي طوق النجاة، بادجي فضلت الانضمام للفريق الأحمر لشعبيته الجارفة في إفريقيا. طيب خلينا نستعرض اهم اخبار الأهلي في الصحف النهاردة ونبتدي بالجمهورية. والجمهورية اتكلمت عن النادي الأهلي وقالت النهاردة، قالت تأهيل قفشة ومتولي وعاشور يعود بعد إصابة طويلة. قفشة جاهز للمباراة ومتولي كمان جاهز، وعاشور يعني بيعود لكن لسه مش جاهز للمباريات. هنشوف القائمة، المفروض خلال اللحظات دي خلاص خرجت قائمة النادي الأهلي. طيب نستعرض يا جماعة، يلا بينا قائمة الأهلي اللي خرجت في هذه اللحظات زي ما حضراتكم شايفين كده. في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أليو ديانج، وليد سليمان، أحمد الشيخ، جيرالدو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا. خط الهجوم: جونيور أجاي ومروان محسن. نقولها مرة كمان: في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، احمد فتحي ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، اليو ديانج، وليد سليمان، احمد الشيخ، جيرالدو، حسين الشحات، كهربا. وفي خط الهجوم: جونيور اجايه ومروان محسن. قائمه قويه من فريق النادي الاهلي للمواجهه غايه في الاهميه غدا باذن الله تعالى امام فريق المقاولون العرب. اذا المران انتهى خلاص بشكل رسمي والقائمه تم الاعلان عنها، ويتبقى بس باذن الله ان التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مباراه الغد امام المقاولون. طيب نرجع لاخبار الاهلي في الصحف، وكنا ابتدينا بالجمهوريه واللي كانت بتتكلم على قفشه وجاهزيته هو متولي، وخلاص هم موجودين في قائمه النادي الاهلي لمباراه بكره باذن الله تعالى، فبالتالي هم جاهزين بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء. عاشور يعود بعد اصابه طويله، وعاشور النهارده سالنا زميلنا العزيز ادهم ندى، ويعني في تدريبات بالنسبه له تاهيليه كده، خصوصا ان هو كان عنده يعني اجهاد في عضله الضم. الاهلي عسكر لافتراس ذئاب الجبل، المباراه هتبقى غايه في الصعوبه والقوه النديه ما بين الفرقتين باذن الله، وان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. نروح للاخبار المسائي واللي بيقول لك ايه؟ حالة غضب استياء في الأهلي من قرار لجنة المسابقات والفريق يعسكر لذئاب الجبل. خلاص موضوع بقى مباراة المقاولين اتكلمنا فيه، لكن حالة الغضب يعني ممكن أكيد في استياء بالنسبة للناس في النادي الأهلي، لأن كان مهم قوي إن أنت يبقى عندك مسافة زمنية جيدة قبل المباراة غاية في الأهمية، وهي مباراة نجم الساحلي يوم 26 بإذن الله تعالى من الشهر الجاري. فبالتالي تم وضع مباراة الإنبي بعد مباراة المقاولين على طول، فهيبقى الضغط كبير جدا، خصوصا ان انت ماشي في منافستين بشكل قوي جدا. يعني المقاولين مباراة مهمة
وفريق صعب جدا مقاولين. برضو مباراه انبي غايه في الصعوبه، انبي كسب النهارده اف سي مصر ماشيين بشكل جيد جدا مع كابتن حلمي طولان، فمباراتين ورا بعض جامدين قوي قوي. هتخش بقى على التحدي الافريقي مباراه النجم الساحلي، فكميه الماتشات في وقت زمني قليل يعني اكيد هياثر بشكل او باخر على الفريق، ممكن ياثر من ناحيه الاداء، لكن احنا باذن الله نتمنى ان هو ما ياثرش من ناحيه النتائج، لان مهم قوي ان انت تكسب الثلاث ماتشات بصراحه في الدوري، تخلص الدنيا بدري بدري، مش هتكون خلصت طبعا بشكل رسمي، لكن يعني تبقى خلاص ماشي بخطه ثابته جدا في بطوله الدوري. ودوري ابطال افريقيا مباراه النجم الساحلي طبعا مباراه مصريه جدا مهمه قوي ان انت باذن الله تعالى تكسب عشان يتبقى ليك مواجهه الهلال اللي هيلعب قبلينا بيوم، نشوف ايضا نتيجته مع بلاتينيوم، هتكون هناك في بلاتينيوم عباره عن ايه النتيجه، وعلى اساسها برضه هتحدد المنافسه بشكل كبير جدا، لكن طبق المباراه الاخيره كمان مع الهلال هتبقى مباراه غايه في الصعوبه، ولكن الاهلي هيتعامل والجهاز الفني هيتعامل في كل هذه الامور باذن الله، وان شاء الله يكونوا موفقين. نروح لاخبار اليوم، والكلام بقى على ايه؟ على موضوع ازارو ولا جيرالدو، مين اللي هيمشي؟ طب واليو باجي هيبقى مكان مين؟ وكلام من ده. احنا مش هنقدر نقول لحضراتكم الرسمي ايه، او مش هنقدر نجتهد ونقول لحضراتكم الخبر الاقرب ايه، احنا هننتظر النادي الاهلي لما يعلن، لان احنا منبر اعلامي رسمي بالنسبه للنادي الاهلي، فطبيعي جدا. لكن الناس بتتناول الموضوع ده من عده جوانب في الحقيقه، ازمه ازارو مش ازمه ازارو، المشكله مع ازارو دلوقتي الحاليه ايه، او مش عايز اقول الحاليه، المشكله اللي خلاص خلصت هو اعتراض اللاعب على الجهاز الفني ساعه مباراه ايه المباراه الاخيره امام طنطا، وبالتالي كان في عقوبه ماليه كبيره على اللاعب، هي دي المشكله بس خلاص. اي حاجه تانية بقى خاصه بالجهاز الفني، خاصه بلجنه التخطيط للكره، خاصه ببعض الجوانب قد تكون ماديه او فنيه، الناس في النادي الاهلي هم اللي هيحددوا مين هيقعد او مين هيقعد او مين يمشي. يعني انت جبت اليو باجي خلاص، مين بقى اللي هيقعد ومين اللي هيمشي ويبقى اليو باجي على حسابه؟ ده هيبان خلال ايام قليله باذن الله تعالى، هنشوف. بالتالي ايضا اقول لك ايه المحاولات المستمره لخروج الخروج من ازمه ازارو، وهي مش ازمه يا جماعه، هو موضوع بس بيتم التعامل فيه وبيتم يعني اتخاذ القرار الانسب لمصلحه النادي في كل الاحوال، ده الاهم يعني. الاهلي يجهز السنغالي باجي، بيجهز وبيختتم استعداده لذئاب الجبل ده النهارده. فايلر اللاعبين الفوز على المقاولون احسن بروفا للنجم الساحلي، في بروفا ثانيه كمان عندك المقاولين وعندك امبي، وبعد كده تلعب يعني بروفتين قبل مباراه النجم الساحلي، بروفتين غايه في الصعوبه في الحقيقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. نروح لفين؟ تعالوا نروح للمسا، واللي بتقول ان في منافسه قويه جدا، وده طبيعي ما بين خط هجوم النادي الاهلي او مهاجمي النادي الاهلي. بادجي اشعل المنافسه او اشعل صراع المهاجمين في الاهلي، في صراع طبعا، وصراع كله في صالح الفريق، وده الاهم دايما. عندك دلوقتي مروان ما شاء الله عليه بيعود وبيهدف بشكل مميز جدا، ثلاث ماتشات على التوالي اربع اهداف في ثلاث ماتشات، ده امر مهم قوي. عندك صفقه جديده اليو باجي، عندك كمان اجايبي يجيد في هذا المكان، عندك حتى الان صلاح محسن موجود في النادي الاهلي، عندك ازارو كمان لحد اللحظه دي هو لعيب في النادي الاهلي، خلينا نتكلم برضو بمنطقيه، لحد اللحظه دي ازارو من المنافسين على خط الهجوم في النادي الاهلي. الاجهز فنيا وذهنيا هو اللي هيلعب مع الفريق خلال الفتره اللي جايه، طبقا طبعا لرؤيه المدير الفني، هو ادرى واحد باللي بيشوفه في التدريبات يعني. ده فيما يتعلق بالمسا، لكن هو بيقول لك كمان ايه، السنغالي يهدد مروان وصلاح واجاي، تهديد، وممكن يكون العكس، مروان وصلاح واجاي بيهددوا اليو باجي، كله بينافس، كله عايز يبقى موجود في التشكيل الاساسي، وفي الاخر كله هينصب لمصلحه الفريق. طيب تعالوا نروح لخبر اخر بالتحديد من الاهرام، والاهرام بتتكلم عن ايه؟ بتقول السيناريو السيء ينتظر ازارو في الاهلي. يعني طبيعي، انا بتفهم جدا جدا ان الكل دلوقتي بيتكلم او بيتحدث في هذه الجزئيه، لان خلاص بقى امر واقع يا جماعه ان في حد هيمشي، حد اجنبي هيمشي وهيتحط مكانه اليو باجي، يعني الموضوع خلاص يعني ما فيهوش كلام. مين اللي هيمشي؟ يتبقى بقى القرار النهائي عند المسؤولين في النادي الاهلي. ممكن حد يكون زي ما قلت لحضرتك قبل كده نسبته اعلى انه يمشي، بس برضه هننتظر هنشوف. في كل الاحوال لو مشي ازارو فهو لعيب كبير جدا جدا، ويعني ارتبط بالنادي الاهلي وساهم مع النادي الاهلي في بطولات محليه، والراجل شارك وجاب اهداف كتير، ضيع كتير لكن جاب اهداف، ويبقى لعيب له قيمه كبيره جدا. ده لو مشي يعني. جيرالدو لو مشي برده لعيب كبير جدا واضاف للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، وبالتالي احنا في انتظار قرار الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد بخصوص هذا الملف، والقرار زي ما قلت لحضراتكم يعني قريبا جدا. اداره النادي كمل خبر الاهرام، اداره النادي ترفض الضغوط وكل الحلول مطروحه. انا متفق جدا في موضوع كل الحلول مطروحه، لان البعض خلاص اجزم بان في لعيب معين هو اللي هيمشي. لا،
الحلول كلها على طاوله المسؤولين في النادي الاهلي، وهم بيدرسوا وبيشوفوا الانسب فنيا للفريق وايضا ماديا للنادي، لان الامرين دول مهمين جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ففي تنسيق وتواصل ما بين الجهاز الفني ولجنه تخطيط الكره بالنادي الاهلي بخصوص هذا الملف اللي هيحسم باذن الله قريبا جدا. تعالوا نروح للشروق اللي بتتكلم في نفس القصه. الاهلي يسابق الزمن للتخلص من ازارو او جيرالدو. ماشي، فايلر ترك الحريه لاداره النادي الرحيل احدهما لقيد بادجي، وكلمنا خلاص بقى في الملف ده مش هتكلم فيه تاني، وهننتظر القرار النهائي من النادي الاهلي. بس حته يعني سابق الزمن للتخلص وكلام من ده، الموضوع كله يا جماعه فني بحت، والانسب للنادي هو اللي هيحصل بس. لكن احنا الفتره اللي فاتت بصراحه برضو يعني كنا بنتكلم على مين اللي جاي، اسم الصفقه اللي جايه، كلام الصفقه خلصت دلوقتي، دخلنا في موضوع جديد بقى، مين اللي هيمشي عشان يتأيد مكانه بادج. ده الطبيعي، الصحافه طبيعي جدا يبقى فيه كلام كتير، وخصوصا الكلام اللي بيكون على نادي بحجم النادي الاهلي، فطبيعي تلاقي في كل الصحف يعني. اختبار طبي المتولي موجود وجاهز خلاص، وعاشور جاهز طبيا، لكن لسه مش هيكون جاهز بنسبه 100% لمباراه الغد. ماشي، دي كانت بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في الصحف. في